أهلا وسهلا فيكم في برنامج كفاءات، كفاءات الذي يتحدث عن شخصيات. تفضل أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، أنت كوافير ومشهور وما شاء الله عنك، حدثنا عن مسيرتك المهنية من عند بدايتك الدراسية حتى المهنية، تفضل. أول شيء نورتونا وشرفتونا ما شاء الله. أنا أول شيء ما كنت أول شيء بالأسنان بالحلاقة، كنت أول شيء بالأسنان بعدين حولت حلاقة. أنا عد 8 سنين كنت فني أسنان، ولهذا الإشي إنه حبيت الفن، إنه الحلاقة الشعر والأسنان فيهم فن والتنين بالوجه، يعني كل شيء بتعلق بالفن بتحبه بالضبط. فهذا الإشي اللي هو ربطني، حتى أنا الإشي الأسنان اللي دخلت فيه المختبر ما كملت فيه، لأنه أنا ما درست دراسة بجامعة وهيك، تعلمتها تعليم والحمد لله. كنت وأنا فيها كنت الناس اللي تخلص جامعات يجي وأنا أبلش أدرب فيهم بالأردن، هذا الحكي. وبعدين ما حسيتها ما زبطت معي شوية صغيرة، قلت بدك تضلك زي ما أنت، حاولت حلاقة. واللي ساعدني بهذا الإشي أخوي عنده صالون يعني، وحتى بثلاث شهور كنت شغال وعامل زباين وعندي شغل وبشتغل وعامل. فحبيت أن أول إشي أفتح بفندق الكرمل، وفتحت وما شاء الله جو الأوتيلات كتير حلو ومرتب، بتعمل ناس علاقات كتير، شغلات هاي مهمة كتير بالحياة. فبعدين حبيت أنتقل لفندق الجراند بارك اللي هو الماسيون، تمام، وحبيت أعمل إشي يكون ستات ورجال بنفس الصالون. طب نرجع من البداية، بداية حين ما كنت أنت تدرس وتركت دراستك، عندما تركت دراستك من كم كان عمرك؟ يعني هاي أول مرة حدا بسألني إياها وراح أجاوب عليها صح، يعني كان عمري 12 سنة. 12 سنة بالزبط. يعني 12 سنة ومارست مهنة الأسنان 8 سنوات. سبع سنين بالزبط. بعدين حولت تعلمت الكوافير ومصفف شعر. طب شو كان طموحك؟ يعني في كتير كوافير وفي كتير مصففين شعر، إيش كان هدفك وليش حابب توصل؟ طموحي يعني انه كمان اوصل انا اصير اعمل ميك اب سينما. طموحي اني اوصل لسينما، هذا هو يعني، فاهم؟ لانه في برضه انا اشتغلت الاسنان اللي هي بتساوي بتلعب بالوجه، الميك اب السينمائي اللي بسموه، بتقدر تعمل الشغلات الفنيه هاي. شعر بعرف اعمل، يعني عده شغلات قاعد انا بتعمل فيها انها بزبط تفوت لسينما، انه انت تفوت كامل تشتغل بسينما، انه بين شعر بين اسنان بين هاي الشغلات كلها، الميك اب حلو تكون جاهز فيه. فهذا يعني تخصصك حيكون في الميك اب والسينمائي اكثر بالضبط. يعني هذا انا ما وقفت هون لسه، انا اوكي ماشي هون وبشتغل وعندي صالوني، بس لسه الطريق لقدام. طب ليش اخترت، ليش ما كنت حاب فرضا تفتح صالون في مدينتك اللي انت فيها؟ ليش فرضا فضلت تفتح بفندق؟ بفندق طبعا طبيعه، يعني احنا عندنا صالون اللي هو بطبيعتنا وبالمنطقه اللي هو احنا فيها، بس انا حبيت افتح بفندق انه بتكسب بالشغلات، يعني بتكون شغلتك اسرع انه لما توصل للإشي اللي بدك اياه، بين انه ما تكون عادي. يعني في شغله انه دائما بحكي لك وانت جوا الدائره ما بزبط تكاتل على الدائره، لازم تطلع برا الدائره عشان تكسب الدائره، فهي انا عندي الشغله يعني. طيب ايش انت اكثر شيء كسعيد؟ اكيد الناس بتتوافد عندك وبتيجي عندك، اشخاص اصدقاء زبائن، ايش اكثر شيء انت بتتميز فيه كسعيد كوافير ومصفف شعر كشغل؟ يعني مش كطبيعه انسان. يعني كشغل، يعني انا بيجي عندي الزبون ممنوع يحكي ولا كلمه، يعني انا دائما الزبون الزباين حتى انا مش يعني هم بيحكوا لي اياها، واكثر مره سمعتها وانا عرفتها من الزباين مش من حالي، انه انت يا سعيد بس نيجي عندك ما بنحكيش، يعني انت بتطلع على الزبون بتفهم شو بده، بتطلع علي بتفهم شو بدي وبطلع مبسوط بدون ما تحكي لي. يعني هذا هو السر اللي بربطك بينك وبين الزبون. ايوه، والواحد انا تعامله حلو مع الناس، يعني بكون نغش وفاهم كيف، خلص بقى على طبيعتي دائما، فهذا الاشي اللي بحس الناس دائما تتقرب لي.
طيب طموحك في المشاهير، سمعتك تتحدث عن المشاهير كثير، مشاهير سينمائي ومش سينمائي، ايش يعني المشاهير؟ هل انت بيجوا عندك مشاهير او شخصيات رموز؟ بالضبط، في شخصيات مهمه كثير في البلد اللي هو بتقدر تحكي انه يعني اللي ماسكين البلد مثلا او اللي دايرين بالهم على البلد يعني بيجوا. انا طبعا بحب اشوف هيك ناس بتوعى شوي، بتفهم شغلات كثيره، ويعني كتير في حتى في بصير عندنا حفلات هون بالأوتيل، بيجيك الفنان بنزل بسحب شعراته بتتعرف عليه. هاي برضو إشي حلو إنه أنا ميز مني إني فاتح بأوتيل، يعني أنا لو إني ما فاتح بأوتيل ما بيجيني إنه الفنان الفلان نزل بالأوتيل نزل مشط شعره، فاهم؟ ما بتزبط هاي الشغلة. طب شو بتحمل نصيحة، بتوجه نصيحة لزبائنك اللي حيفضوا على شعرهم؟ حافظ على شعره، يعني كيف بدي احكي لك هاي؟ الشعر مش لازم يتحمم كل يوم، الشعر لازم يزيت، هلا الجسم بفرز زيت على الشعر، هلا هذا الزيت اذا ما اخذ وقته الطبيعي على الشعر، هلا في ناس بتحمم كل يوم، لما تحمم كل يوم بروح التزييت هاي بتروح عن الشعر، بصير شعرك جاف. كتير بيجوني زباين بيحكي لي انا شعري مكثف مثلا، انه شو اعمل؟ طب ما تحممه كل يوم، فهمت كيف؟ خليه زيت، هذا الزيت ما بيطلع انه والله هيك، لا هذا بيطلع لسبب معين، فهمت كيف؟ يعني كتير بنصحهم بهاي الشغلة مثلا. طب هل الشيب هل هو وراثة طبعا؟ هل بتعلق الشيب في يعني الشيب؟ هذا سؤال الشيب. هلا في ناس بيجي بيحكي لك انا ليش شيبت مثلا؟ انت مش ليش شيبت؟ في شغله، هلا في الجسم بيفرد ماده، الشعره ما بتطلع سوداء، فهمت؟ الشعره بتطلع اصلا هي بيضه، بتطلع بلون الشيب، بس الجسم بيفرز ماده بتصبغ الشعرة. يعني هلا الشعرة اول ما تطلع ما بتطلع سوداء وما بتطلع على الراس وانت بتشوفها بتطلع يا ربي بيضة، سوري، بتطلع بيضة خلص، والجسم بفرز عليها مادة اللي هي ما بعرف اسمها بالضبط، رايح عن بالي، فبتصير شو اسمه، فبتصير اللي هي لون المادة اللي فرزته بني اسود حسب كيف، وما لها علاقة في العمر، ما لها علاقة بالعمر. يعني ليه هلا في ناس بيحكي لك انا بشيب؟ اوكي، بس انت بطل جسمك يفرز المادة هاي، ممكن على شعرتين ثلاث بطل يفرزها، تلاقي هون في شعرتين ثلاث شيب، طب ليش مش كل شعري؟ لا انت جسمك بطل يفرز بس على الشعرتين هدول مش على كل شعرك. وفي ناس يعني حسب، هي برضو كمان تتعلق بالعمر. يعني بدي اسألك سؤال، عمرك شفت حدا مثلا صار معه فراغ بلحيته او صلع من لحيته؟ لا، بس ما بكون الثعلبة، مرات الثعلبة لا، هاي حطها على جنب، هاي بتصير من مثلا عدوى من كذا بتطلع، بس صلع زي بالراس، ما حدا بيصلع بلحيته. ليه؟ عمرك سألت حالك هذا السؤال؟ ما بعرف. الشعر اللحية بيختلف عن شعر الراس كيف؟ انه اكبر بالعمر. هلا انا انولدت عندي شعر بس ما انولدت عندي لحية. هلا انت صار عمرك مثلا 20 او 25 او 17 او 16 طلعت لك لحية، بس كان عندك قبل ب 17 سنة عندك شعر. صحيح. فهاي هي الناس اللي ما بتحاول تفهمها شوي، هي بالعكس، يعني هو يعني ممكن تصلع من لحيتك بس انت شعر راسك بالعمر اكبر من شعر لحيتك. فهاي انا بالضبط. يعني هاي معلومه كثير حلوه وعجبتني يعني. طيب سعيد، في حال اي مواطن رغب انه يجي عندك يتميز بشعراته، وين يتوجه؟ يتواصل معك؟ كيف يتوجه معك؟ كيف يتواصل يعني معك؟ بقدر، انا اسمي سعيد، سعيد بدك سعيد سرفندي بيحكوا لي، اللي هو لقب الايوه، وعندي صالون فندق الجراند بارك برام الله المصيون، وبتقدر تفوت على الفيسبوك تحط سعيد صالون بيطلع سعيد صالون، وبتتواصل معنا وبتيجي وبتنبسط وبتطلع يعني زي ما بدك. كلا الجنسين انت اللي تتواصل معهم؟ كلا الجنسين بتحكي لك كل الجنسين؟ انا بشتغل الشغلتين، بشتغل ستاتي ورجالي، مش بس ستاتي. يعني حتى انا كنت فتره من الفترات اشتغل بمكان في جنبه سبا اللي هو مساج ومش مساج وهيك، كان هاي سوري بس بدي احكيها يعني.
فكان صار عندهم عجقة ما بعرف كيف، وأنا كنت مخلص الشغل وقاعد ويا باي محلاي وهيك، فأجا صار عندهم شغل هم أجا زباين كتير، فتاع المساج كانوا ثلاث هم في واحد معطل، ومش عارف كانوا 30 شخص على ما أظن. فالمهم أنا شفت تعين الاسبان عجقوا في واحد من المساج معطل وكذا وهيك، اطلعت قلت أنا بدي أعمل مساج. دخلوا تحمموا الشباب، لقيت خمس شباب قاعدين بيستنوا بدورهم، فتحت غرفة المساج، فتت على السبا، بلشت أنادي على واحد واحد، عملت بلشت أعمل لها مساج. تبع الشغل تبع البزنس إنه هذا ليش دخل يعمل مساج، هذا من وين بيعرف يعمل مساج عشان يفوت يعمل مساج. هلأ بزبطش يجي يحكي لي قدام الزبون أنت بتعرفش تعمل مساج اطلع. شو صار يعمل الزبون؟ اول زبون خلصته مسكوا على الباب قال له كيف تبع المساج اللي جوا؟ قال له فنان. مسكت انا قال له كيف تبع المساج اللي جوا؟ قال له فنان. عملت يومتها لست اشخاص او خمسه فخلصت، فتبع البزنس المكان بيحكي لي انت من وين بتعرف تعمل مساج؟ قلت له هيك انا زلمه عندي يعني بديش احكي لك عن حالي موهوب، بس انا باي شيء بشوفه من اول مره بلقطه، فانا كثير بحب اني وبشغلي كمان بساعد. فهو بتحب شغلك؟ اه بالضبط، والشيء اللي فيه فن بحبه انا يعني. اه واحنا بنحبك. الله يسعدك. طيب احنا من تلفزيون السلام بنبارك لك بعملك وبشغلك. الله يسعدك وان شاء الله انك توصل لطموحك ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا كثير كثير لك وكل عام وانت بخير، بس بدنا رساله صغيره منك اللي بتحملها للمواطن للاجيال القادمه، مع انه انت جيلك صغير يعني. يعني دائما دائما يعني الواحد ما يعني ما يستعجل. انا هاي الجمله عندي، انا روحي طويله شوي يعني، الاغلب بيحكي بس انا روحي طويله شوي، فال ما بعرف انه بغصب الناس تكون زيي، بس لا انه الواحد دائما يكون ريلاكس شوي، يطول باله وفيش اشي بيجي بسرعه وهاي هي يعني. طيب شكرا استاذ سعيد، كل عام وانت بخير. انت بألف ان شاء الله عام 2020 بتحقق كل امنياتك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.